الأحباب، نطلب من الله القدير أنكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة وعافية جيدة إن شاء الله. الإخوان، هذا الفيديو هذا مهم 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 بزاف، في بعض المعلومات على ديكريتو فلوس عقود العمل الموسمية بإيطاليا لهذ السنة هذه ديال 2023، ولا أنه راه ديكريتو نورمالمون ديال السنة ديال 2022. ما عليناش من هذه المسألة، هذه اللي غادي نتكلموا فيه دابا هي المسألة ديال العقود العمل، الشروط اللي خصها تكون متوفرة في هذا السيد هذا راه يدفع لك العمل، وأهم حاجة هي النصب اللي تتم على عباد الله. غادي نخلي لكم الرقم ديال الواتساب ديالي باش تدخلوا لي باش نصيفط لكم واحد اللينك ديال واحد الاخ تاهو راه كاين هنا في ايطاليا تيدير فيديوهات تاهو كذلك هنا في ايطاليا، وتكلم على واحد النصاب اللي نصب على عباد الله، لانه اتصل بيا واحد الصديق ديال القناه تقول لي اخويا هذا السيد هذا راه نصب على واحد الصديق ديالي في المحمديه ونصب على بزاف ديال عباد الله. المهم غادي نلوح لكم اللينك، غادي تدخلوا عندي الواتساب كما قلت لكم، وغادي نلوح لكم اللينك ديال هذا الفيديو ديال هذا الاخ اللي كنتكلم على هذا النصاب هذا. المساله راه باقا جديده، يعني باش ما تصيدوش الاخوان، باش ما تصيدوش، وحاولوا انكم تنشروا الفيديو هذا على اوسع نطاق باش حتى واحد ما يتصيد وحتى واحد ما يتم النصب عليه. المهم كما تعرفوا الدول اللي كاينه دابا حاليا اللي داخله في هذا الشيء ديال العقود العمل، كاين عندنا البانيا، الجيريا، البنغلاديش، بوسنيا، هرزيغوفينا، كوريا، ريبوبليكا ديال كوريا كذلك، كوستا دافوريو، ليجيتوس، سلفادور، اثيوبيا، الفلبين، غامبيا، جورجيا، غانا، اليابان، غواتيمالا، الهندية، الكوسوفو، مالي، المغرب، موريتيوس، مولدافا، مونتينيغرو، نيجر، نيجيريا، باكستان، بيرو، ريبوبليكا دي ماتشيدونيا دي النورد، السنغال، سربيا، سيري لانكا، السودان، تونسيا، اوكرانيا. المهم هذو هما الدول اللي داخلين في يعني ديكريتو فلوس ديال هاد السنه هذه. المهم كما قلت لكم يعني الدفع ديال الطلبات راه ممكن يدفع ايطالي وممكن يدفع كذلك يعني اجنبي سترانيري، عنده الاوراق ديالو، عنده لا كارت سيجورنور ديالو، او عنده غير بيرميس سيجورنور ديالو يعني، ومقيم بصفه قانونيه هنا في ايطاليا، تا هو كذلك ممكن انه يدير عقد عمل ويجيب به شي واحد، لكن خص تكون عنده يعني هذاك الدورك يعني ريغولاري، يعني تخلص لي كونتريبوتي ديالو، امكانيات يعني الماديه ديالو تتيح ليه على انه يجيب شي حد مثلا من خارج ايطاليا. كذلك يعني الفيريفيكا ديال تشينترو ديال بيرليمبيغو باش يشوفوا واش كاين شي خدام هنايا قبل ما يجيبوا يعني من خارج ايطاليا، واش كنا تكلمنا عليه قلنا بان الناس ديال ستاجونالي ما كايناش هذه المساله هذه، ما غاديش يحتاجوا اللي غايجيبوا شي واحد ستاجونالي، ما غاديش يحتاجوا انهم يتصلوا بتشينترو بيرليمبيغو، اللي غايجيبوا شي واحد يعني باش يبقى دائما مثلا بحال الشيء ديال الشيفورات ولا ليديليتسيا ولا شي ديال البني، بطبيعه الحال هاد الناس هادو خاصهم يديروا يعني يتصلوا بتشينترو بيرليمبيغو من دابا من هاد الساعه هادي اللي تنديروا فيها حنا فيديو، وراه الناس كاين اللي بزاف راني يرفعوا الطلبات ديالهم باش يعني تحصلوا على الجواب من تشينترو بيرليمبيغو. في حاله ما حصلتوش على تشينترو بيرليمبيغو في خلال 15 يوم باش صيفطوا ليه الدوموند اللي كنا درنا عليها فيديو، راه ممكن انكم ترجعوا تشوفوها في الفيديو اللي كنت درتو لها على هاد الورقه هادي اللي هي ضروري خصكم تعمروها الدوموند باش انكم تشوفوا في تشينترو بيرليمبيغو واش كاين الانسان اللي غادي تجيبو او ما كاينش. من ما جاوبوكمش يعني واحد المده ديال 15 يوم ما جاوبوكمش، يعني ممكن انكم يعني صافي ديروا تقادوا الطلب ديالكم في يعني في الموقع ديال وزاره الداخليه اللي خاص بهادشي ديال الديكريتو فلوسي بطبيعه الحال، راه الناس عارفينو، توجدوه ونهار 27 راه تكون ديك الكليك داي مع 9 ديال الصباح. المهم وغادي تستمر يعني هاد المساله هادي حتى ل 31 ديسمبر ديال 2023، يعني ممكن يكونوا الطلبات يدفعوا الطلبات بطبيعه الحال على حسب الكوطات اللي كاينين، غادي تسالي الكوطه وداك الشيء اللي بغاو هما يا راه غادي يحبسوا بطبيعه الحال. وكاين حتى الكونفيرسيون ديال بيرميسو سيجور نو هو راه كاين يعني اللي تسولوا عليه بزاف ديال الناس، هو راه كاين هذه المساله هذه ما كاين حتى شي مشكل. المهم الاخوان كما قلت لكم اهم من هذه المسائل هذه كلها المساله ديال النصب على عباد الله، لانه راه تم النصب على بزاف ديال الناس. وكما قلت لكم غادي نخلي لكم الرقم ديال الواتساب ديالي اللي هو هذا اللي غادي تشوفوه معايا هنا دابا في الصوره، اتصلوا بيا باش نصيفط لكم هذا اللينك هذا اللي فيه واحد الاخ تا هو راه كاين هنايا تا هو مشكور تيعمل تا هو في اليوتيوب تا هو يعني تيلوح فيديوهات تتكلم تا هو على هذه المسائل هذه وتكلم على هذه النصابه. وكما تتعقلوا كنا تكلمنا حنا كذلك على شحال هذه راه 3 سنين تقريبا كنت تكلمت لكم حضيوا راسكم من النصابه، وكنت درت فيديو مع واحد الاخت تا هي هنايا في ايطاليا كان تم النصب عليها، وكانت هي دارت فيديو تكلمات فيه تا هي على هذه المساله هذه لانه تم عليها النصب وسمات لي
السيد ودرت التصاور ديالو، راه درت فيديوهات يعني باش يشوفوا الناس باش يبعدوا منه باش ما يتمش النصب عليهم. المهم دابا كاين هذه المساله هذه اللي باقا مازال جديده ديال هذا النصاب اللي باقي جديد اللي تيصيفطوا ليه الناس الفلوس دابا في الكونت ديالو. المهم حضروا رؤوسكم كما قلت لكم، غادي نخلي لكم الرقم ديال الهاتف ديالي ديال الواتساب، اتصلوا بيا باش نصيفط لكم يعني الفيديو هذا اللي غادي تشوفوه ديال هذا الاخ هذا، راكين في لاحد الفيديو هذا في الفيسبوك مع صيفطوا لي واحد الصديق ديال القناه، ولي صيفطوا لي قال لي اخويا شوف هذا السيد هذا راه نصب على واحد الصديق ديالي، وهو هذا السيد هذا راه تكلم عليه في هذا الفيديو هذا في الفيسبوك. المهم غادي نصيفطوا لكم باش حضروا راسكم، اي واحد خصو يحضر راسو، حاول تبارطاجيو هذا الفيديو هذا باش يوصل يعني لاوسع نطاق ودلوا على الخير كفاعليه، وما بغينا حتى شي واحد يتصيد. نتلاقى معكم في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.